أنا بحكي عن حالي، أنا شخصياً ماني خايف أبداً، وأصلاً هني خايفين. ومبارح قصة البجع شو؟ مش هيك رعب؟ أنا عايشين تحت رعب إنه. بس العالم يا خيي، لأنه في 2006 عندها تجربة مريرة، صار في مجزرة هون بالضيعة، ما فيك تلومه يعني. طفي شوي سيارة دقيقة. يمكن صاحب هيدا البيت نزح يمكن على البستان او لتحت عصر، مش عارف. بس المعركه اللي امبارح صارت يعني مش طبيعيه، ما احلى نهار التنين يعني، 3 ساعات قصف صاروخي، قصف بالمدفعيه بالهاون، حتى كان في اشتباكات باطلاق رصاص نار. يعني الله اعلم، كانت الاشتباكات العمليه كانت من هون.